صحيح كابتن اسامه، مواجهه البايرن في بطوله رسميه وبطوله كبيره زي كاس العالم انديه شيء يدعو للفخر، شيء يدعو للفخر لكل مصري ولكل اهلاوي. ما فيش شك طبعا، انت النادي الاهلي على طول الحمد لله حاطط جماهيره والناس كلها اللي بتنتمي ليه في مكانه كبيره جدا، بتدعو للفخر دائما يعني. لكن كمان لما بتوصل بطوله زي ديت كبيره، احسن انديه في العالم بتلعب فيها وعلى راسهم طبعا بايرن اللي هو ممثل اوروبا وبطل العالم يعتبر، لان الكره الاوروبيه بالذات على مستوى الانديه، يمكن كمان المنتخبات طبعا والانديه، لكن برضو البرازيل والارجنتين بينافسوا جامد جدا في موضوع الكرة العالمية كمنتخبات، لكن في الأندية تحت أكتر كمان الكرة الأوروبية معروفة طبعا. طالما بايرن هو بطل أوروبا فهو بطل العالم يعني، ففخر ليك إن أنت بتشارك أمامه لقاء تاريخي. إحنا لما بنقعد نتذكر دلوقتي الكابتن شريف كان بيتكلم على موضوع لما لعبوا مع بايرن في 77 أو 78 مباريات تاريخية يعني، حتى الودية مع بنفيكا في الستينات، مع بايرن ميونخ، مع بعد كده مش عارف روما، مع ريال مدريد. ريال مدريد رغم ان هي مباريات وديه، ولكن في ذاكره الناس وفي ذاكره اللعيبه وفي ذاكره الجماهير والنقاد وكده. خلي بالك احنا مره لعبنا كمان مع بطل اوروبا كان من رومانيا لو تفتكر، سيوا بوخارست وعلاء جاب جول. مين جاب الجول الثالث؟ تقريبا انت. طب ما علينا نرجع اسامه. في مونشن جلادباخ كمان، مونشن جلادباخ برضه لعبناه. صحيح تعادلنا 2-2 مظبوط. واستوى بوخارست طبعا كاس طه اسماعيل كان مظبوط، ربنا يديه الصحه والعمر. ايوه صح، كان بطل اوروبا. فاقصد دي رغم ان هي مباريات وديه فلسه في ذاكره الناس وفي ذاكره الجماهير، فما بالك انت بتلعب بطوله رسميه مع بطل اوروبا، فهي اتسطرت خلاص في التاريخ قبل حتى اللقاء. صحيح. يعني اللعيبه اللي هتشارك والجهاز الفني والنادي كله هتبقى في التاريخ انه مباراه الاهلي وبايرن سنه 2021 في قطر. صحيح. فطبعا حاجه تسعد كل اهلاوي، واعتقد ان النهارده ان شاء الله اللعيبه هيبقى عندها طموح كبير جدا هيتحقق حاجه. والكوره مش رياضة يعني، مش قصدي ماس يعني، مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين، كرة في الملعب وممكن تحصل المفاجآت، والنادي الأهلي نادي كبير، فاللعيبة لازم تلعب بدون ضغط وبدون خوف وتأدي بشكل كويس يسعد جماهير النادي الأهلي بغض النظر عن النتيجة. ممكن ربنا يوفق إن شاء الله ونكسب، وممكن الكرة فيها إن إحنا ممكن نخسر، ده يعني مفيش مشكلة. وأنا عايز أقول حاجة يا كابتن أسامة على برضو حتة المفاجآت دي، إحنا ليه بنقول مثلا إن إحنا لو كسبنا بايرن ميونخ تبقى مفاجأة؟ ما ممكن نبقى إحنا ندي اليوم في الملعب. لا ممكن هو هي بص هي هتقول لي على النسب طبعا والأرقام يعني هتتحاسب بشكل كبير لبايرن ميونخ، ولكن مين قال إن إحنا لو كسبنا تبقى مفاجأة؟ مش شرط. لا هو أيمن بص، الـ زي ما النادي الأهلي في إفريقيا لما بتيجي فرقة نسبيا أقل شوية في التاريخ، في الإمكانيات الفنية، في الظروف، في حاجات كتيرة بتبقى أحيانا، أو في الدوري المصري بتبقى مفاجأة ليها. أنت النادي الأهلي طبعا كبير وبطل إفريقيا. صحيح. لكن ما فيش شك أن الكرة الأوروبية والكرة الألمانية سابقة الكرة المصرية طبعًا طبعًا. فهي مش هنقول انه ما فيش شك انه بايرن ميونخ اكتر خبرة، اكتر احتكاكا في الدوري الألماني او الدوري الأوروبي، لكن زي ما انت قلت الموضوع في الملعب يعني مزبوط. 11 واحد مزبوط. قدام 11 واحد مزبوط. بصرف النظر عن اسمائهم، والله ما فيش شك ان هم فرصهم اكبر نسبيا في الفوز بحكم تاريخهم، لكن ان شاء الله احنا نقدر نعمل معاهم مباراه كويسه، وممكن ان شاء الله نحقق المكسب باذن الله، وتبقى انجاز تاريخي، ومش هنعتبره زي ما انت بتقول مفاجاه غير عاديه، لكن حاجه ممكن تحقق في الملعب يعني باذن الله رب العالمين.